السلام عليكم، مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الدار الضرابيعة. أنا مالك عارفة؟ هذه الدار الضرابيعة هي هذه الدار اللي كنتوا كتشوفوها فاش يالله طلعنا المقدر تفتح على الحيوط وحقرتوها وقلتوا شيني هذيك فاش الدار بالمقدر، مع العلم أن احنا حياتنا احنا عايشين في الدار بالمقدر كتضرب 100 ديال السنوات، عاشوا فيها جدادنا وعاشوا فيها الوالدين ديالنا وخلقنا وجبرنا حنايا، وكما كتشوفوا راه البلاد الحمد لله كلشي عايش في الدار بالمقدر. وهذه الدار ديال المقدار، انتم عاد تشوفوا الدار ديال المقدار كيفاش رجعت، راه من هنا من برا باينه كما كتشوفوا كامله تلبست بالسيما، داكشي واعر، وغتشوفوا الدار من داخل كيفاش ولات. الله تبارك الله عليكم وخليكم مع وصال. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. المهم مرحبا بكم في الفيديو ان شاء الله. صراحه انا الدار انا غنتفاجئ معاكم بصح والله. وصال باش تكونوا عارفين الحلقه ديال، اسمح لي نقطعك وصال. وصل ملي كنا من الاول اديك الفيديو فاش كنتو شفتو راه ما كانش جات معايا، كنت بوحديتي هنايا مع الدراري كانوا خدامين ملي كانوا يبنوا في الاول. راه وصل ملي واطينا هنا ضربنا اللوطه هنايا ما جات، شافت الدار ما شافت وصل حتى شي حاجه حتى لدابا. بحالي بحالكم. تفاجئت ملي جبرت الدار ناضيه ملبسه من برا. صراحه الله لا واعره. المهم دابا ندخلوا نشوفوا ياك. خليكم مع اختي ماجده عاوتاني. السلام عليكم المتتبعين ديال اختي وصال وخويا علي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير، لقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه. هذا النهار حصلنا الشرف ان خويا علي واختي وصال قالوا لي ضروري اختي ماجده غتمشي معنا باش نديروا الفيديو الاول باش يشوفوا المتتبعين الدار ديال ربيعه كي ولات. عجبني الحال وفرحت، شكرا لهم، تيكبروا بيا الله يجازيهم بخير. وحتى انا كنت متبعه غير في الفيديوهات الدار كي كانت، ودابا غادي ندخلوا ان شاء الله باش نشوفوا حنا الدار. دابا غنفاجئهم كي غيتفاجئوا، حتى فاطمه اختي عود هي عاود كتسلم عليكم. هضر مع فاطمه. المتتبعين تخايبين بها وخايله، لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. الدار الضرابيعه غزاله وتفاجئنا وبصحته، الله يرحم الوالدين ديالكم، الله يطول عمركم. دابا خصنا نزوجوها، كنبغيوكم بزاف. خصنا نزوجو ربيعه، ما نزوجوش البصري. انا نسبح. انا ربيعه ونزوج البصري. ماشي تقول هذه. انا نسبح. لا بصح هو خصو يسبح. انا نسبح. انا خصني نسبح. قلنا العين الصغرى يسبح بصح بصح. انا نسبح ولا؟ قلنا العين الصغرى. قلنا العين الصغرى كيسبح. العين الصغرى كيسبح. وهذه بغات تزوج يما ما تخلي. نسبح على هذا الكبير. امشي من المقلوب. امشي من المقلوب. كيما كتشوف. والمرة دبرتها بعدا مدبرة. مدبرة. غصاري غصاري انا نمشي نرفد السكر والمقاول. ولكن راه إلا بغيتي تمشي هو هي كتمشي بوحدك، دي معاك علي ويصال. لا ضروري ماشي معايا. صافي. خليك من الطقطقت. السلام عليكم. خليكم مع ربيعة، ربيعة شوف هاد الناس، ربيعة هاد الناس هذا من اللي ليعب، شوف الناس هذا من اللي عاونوه. هضرة هذيك اللي غادتها وضحك. واه ارتاح ضحك. هاد الناس هذا من اللي شوف راه ماشي على الناس اللي عاونوك، اسمعني الناس اللي عاونوك باش وجدنا لك الدار، وحتى اللي كيشاهدونا حتى هما عندهم الخير فاش كيدعوا معاك، شكرهم كاملين وقول لهم الله يرحم لكم الوالدين. شكرهم كاملين. كيف انتم؟ السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ والله يرحم الوالدين كل واحد. فرحانة بعد فرحانة نفسها. فرحانة وقت خيركم مرة فرحانة من بعد. يلا المتتبعين ديالنا دابا غنفتحوا الباب وعاد دخلوا تشوفوا معنا الدار. وما نساوش حتى المعلم اللي خدام في الدار وباقي راه خدام فيها في اللمسات الاخيره. دابا ما نساوش حتى هو كنحيوه وكنشكروه. اجي لهنا كما كتعرفوا راه كنا هاد الايامات في مارتيل وخليتو منا هنايا كيعمل الشغل ديالهم، زعما عملوا اكثر من جهدهم. الله يعمر دار. جيت شفت الشغل عجبني الشغل. دار واحد المجهود كبير وعطانا هاد المسؤوليه وقد لينا بها، ورحنا درنا حتى حنا درنا المجهود ديالنا، والله يخلف على الجميع واللي ساهم في هذا الخير هذا كله، الله يسهل عليه والله يجازيه بخير. وحنا حتى حنا درنا المجهود ديالنا حتى حنا اللي قدينا عليه، الله يحفظ. والله يجازي الله يجازي اللي دار شي خير، الله يجازيه بخير لهاد المراه مسكينه، الله يرزقها التيسير للجميع. شكرا للجميع اللي كيساهم في هاد المبادرات الطيبه اللي كيعاون الناس المحتاجين، وهذا الشيء هذا ما كيتقدر بالثمن الا يجازيه الله بخير. بسم الله على بركه الله. دابا غندخلوا معكم للدار. واحد جوج ثلاثه صحه مسكين الكوزينه اللي كتعجب العيال. زيدوا زيدوا وصال، دخلوا انت ماجده فاطمه، زيدوا باش تشوفوا الكوزينه. بارك الله. واش هذا الشيء؟ ربيعه ربيعه ولا احسن تاع المدينه.
هانتوما شوف الكوزينه هذا الصراجم الصراجم راه عندنا واجدين دابا كنساين المعلم غايجي منا قال لي واحد الساعه المكانه غنكون معك باش يجي يركب لنا الصراجم ديال الالومنيوم انتما غتشوفوهم زعما اللي كيدير شي حاجه الله يعطيه الخير الله يجعلها فهم ديال الحصانات والراجل باقي واش كيدير الحل طلع هذيك الجبال الكبان ها هو تعدى على ربيع حشومه اغلى هذه الجبال الكبانه شوفوا هذيك كلشي مزلج ها انتم كتشوفوا شوك الزلج ديال الارج صوبناه شوكه زعما المعلم الله يعطيه الصحه شوف ديك صوب ديك الشيء مخير الباب ها هي انتم كتشوفوا شوف الباب كيف صوبنا له الباب انتم انتم شوفوا صوبت هذيك الشيء على الذوق ديالي انا شوفوا الدار من فوق كيفاش جات كامله لوح شوفوا شوفوا هذا هو وسط الدار تشوفوا دابا معنا طواليط شوفوا الطواليط كي جاي شوف شوف هذا الصرجم ديالو عاد يتصور راه كاين مخدوم عاد ركبوه تما شوفوا قولوا لنا كي جاكم الطواليط زيدوا هنا تشوفوا المحل هذا عاود تبداو يوصل نزيد لكم الضوء هنا هذا السراجم هما هنا هذا الضوء كيمشي وكيجي الضوء كينقص شوف السراجم هما واجدين كلشي واجد هذا الباب ديال الطواليط هذا بيت اهو هذاك الشيء يوصل غادي يريب اوي صال اجي شبر ماجد الكاميرا باش نشوفو باش نوريهم الصالحين كيفاش غايجي شوفو معنا الصالحين كيفاش غايجي نسمعك لا غنبغي نزار الكيله نجي لها مرات الى دخل مع الصالحين مع وقت بلاصتو دابا غايجي دابا واحد شويه غايجي المعلم عاد عيط له فايجي باش كيفيكسي يوم هنا كيتفكس يوم هنا غيتقبلو بالشيني راه غيتفكسي بالحال والصرجم ها هو ناضي اخوتي ها الريف ديالو كلشي سهل واعر نزيد البيت اخر هذا واحد القضيه عاود اعطونا هذيك ديالكم في البيبان الراي عطونا الراي ديالكم في البيبان زوينين مجد صوت البيبان بحال ديالي بحال اللي عندي في الدار هادو جدادين هادو اللي خرجوا زوينين بحال ديال لي زابارتمون ديال في المدينه بحال هكا كيكونوا زوينين حتى اللون ديالهم كيجي واعر في الديار زوين شوفوا هادي دابا هادو كدار مضويه انا كنت في المراه هذا بيت انا عجبتني الفكره ديال انها مبنيه بغا كاسي ما غاتكون بارده ما تكون بارده شتي بارده بارده والله بارده بزاف هذه حسني من انها تبنى بالبريد انا ملي شفتها صحاب كيفاش فيها البريد فقالت لي ويصال لا راه فيها طوب ومن صح دابا حنا هذا مين هاد كيقول لك لا تبني جات دار السيما وراه قد جلا هو جا في الرخصه مع جات مع كورونا خصنا نستناو حتى العام اللي ما يجي وزيد بزاف الرخصه وداك الشيء الرخصه يعني هي تقريبا طاحت شحال واحد دار السيما ولكن دوزنا الصالاسيون ديال الضو كامل دايز في الدار كما كتشوفوا دابا شنو باقي لنا دابا الحوايج اللي باقي لنا هو غنركبوا هذا السراجم المعلم قرا مفيني الشغل ديالو مسالي الصباغه في هذا الاسبوع ان شاء الله غنصبغوا وعندخلوا الربيع غندخلوا له شي حوايج ان شاء الله لهنا باش نصوب له هذا الصالون هذا غنصوبوا له هذا الصالون هذا فين غادي يجلس بالخشب والبوش ديالو وغتكون الدار مكسيه ناضيه ان شاء الله وديك الساعه غنوريكم الدار كيفاش غتبان ملي غتكون مكسيه ومصبوغه غتبان لكم الدار عاود وحده اخرى تبدل على 180 درجه حتى هذا الشيء هذا اللي كتشوفوا اخوتي غيتسبق كامل وغادي ترجع واحد الدويره ناضيه واعره وكنتمنى هذا الشيء هذا يعجبكم ويكون في المتناول ديالكم وتكون ديك الثقه اللي ثقتوا فينا والفلوس اللي صيفطتوا تكون يعني تكونوا اقتنعتوا بهذا الشغل هذا اللي عملنا والله يجازيكم بخير لا
زوينه والله وجات قدام الطبيعه عرفتي في الربيع كي غتكون انا عجبتني الكوزينه باقي من هنايا غنكوزو الى واحد القادوس هذا غيهبط من هنايا على حساب لابوا غيكوز من هنايا من هنا غنتقبلو من هنا وعيخرج لبرا وربيعه ما قلتيش لنا كي جاتك الدار باش كتحسي ربيعه لا فرحتي هي قوه الفرحه ما كتغضاش حتى دابا جبر ما تقول مشات لها الهضره لا ربيعه مسكينه حتى هي ما كتعرف ما تقول دائما كنقول هذيك الناس كتقول لي شحال نقول ما نعرفش نقول شنو غنقول لهم وراها غير الفرحه ديالها وانها كترتبك وداك الشيء راه كتعبر على وفي ما كان جي مسكينه كان طالي كياكل الخدمه هنا الدراري وهذه كتبقى تشكر فيا عاود بالفرحه الله يرحم والدي كان هذا الشيء اللي كدعم اللي عجبني بزاف وهذا خويا علي قليل بحال الناس هكا بحالكم اللي ربي كيسخرهم شي واحد باش يوقفوا معاه ويفتحوا ليه واحد الباب لان راه كاين ظروف شي حد اللي ما كيلقى والو ما كيبقاش يوقف معاه الله يرحمك كيفاش جاتك زوينه الدويره مجده ديال ربيعة زوينه الله يسخره لعقبال اي واحد ما عندوش الدار لعقبال ان شاء الله امين الله يسهل على كل واحد الله يسهل على الجميع هذا غنصاوبوها على بالزلج عاوتاني هذه ربيعة هنا واحد الاسبوع عاد كنت دار ناضيه ان شاء الله عاد عيت فيها بجهد الله ولكن واحد القضيه كتبقى واش هاد واش هاد المحل هذا اللي سكنها فيه واش يعني نحيدو لك نجيب البوكله نحيدو ياك كما كنا قلنا في الاول لا شوف هذا حتى لحينا عاد حتى الدار من هذا الاتجاه اللي هن عاد بان لك الدار زوينه والدار جديده واش كاينه متفقه كاينين متفقين معايا ولا لا غيجيك الهواء زوين وحتى السراج من تما عاد يدخل لك الهواء مزيان وعاد بان لك الدار زوينه اللي طلع منها الجهه بان له الدار مزيانه والزنقه عاد رجعه كبيره من هنايا غيكون عندك واحد الباسو كبيره هنا فهمتي مزيانه كتعملوا حتى هذا دابا كما كتشوف هذاك القادوس خارج من الطواليط باقي ما صوبوش المعلم يلا غيسالي دابا من تما فاش غيسالي مره من الداخل باقي له شي لمسات قليله هذه الحفره هذه اللي كتشوفوا هذه عاد تكون ديال الطواليط غيزيد يحفروا عليها شويه غير يقلوها زيد واحد شويه وسعوها وهذا الحجر غيبنيوها بالحجر صافي قلعت لك ربيع اللي كان هنا ها انتم كما كتشوفوا عملت السراجم بحال اللي عندي في الدار ديالي يعني عملت الحاجه كانني كنعملها لنفسي راسي راه كما كتشوفوا كامله ملبسانه غاضيه صاعد صباغ دابا شوفوا كيفاش كتبان بحال شي فيلا تبارك الله وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله الله يحفظك انت بخير الحمد لله العزيز الله يحفظك بارك الله فيك شكرا بزاف بارك الله فيك راك عزيز وغالي الله يحفظك الله يكثر من امثالك خي عالي الله يحفظك يا العزيز شكرا بزاف الله يحفظك الله يعاونك الله يوفقك اللهم امين الحبيب الله يعاونك خي عالي الله اللي في راسك الله يعاونك كيف جاتك الدار محمد؟ الدار واعره جات مزيانه تفاجات ياه الله يبارك مزيانه هذا كما كتشوف هو المعلم هذا محمد هو اللي تصاوب لنا هذا السراجم والباب الطواليط او كما كتشوف الخدمه ديالو الدرينه نقيه دابا راه جا عاد جا دابا باش يركب لنا السراجم كيفاش عندي يا سراجم لا الخدمه عندك نقيه محمد تبارك الله عليك واللي بغى شي حاجه ما راه المحل ديالو حدا الاعدادي السوق حنا خصنا ربيعه تكون مزيانه هادشي اللي خصنا الكوكو بخير هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين في الروحه مسكينه عواد هذه مسكينه عاد ريوشه هذه الله يسهل عليك اخي عبد العال الله يحفظك شكرا كنشكرك بزاف على هادشي اللي عدلت معاها ومع المحسنين كاملين خرجنا دابا من برا هبط نريد نشوف الديكور كيفاش يبان من هنا من برا
نريدو كيفاش جاني هبطنا. دابا المشكله يقول خصو نزوجو وما خدام ما يرد. ها المشكله دابا كيف بنقيو معاك انت؟ انا خدام. ها انا خدام. ايوا دابا شو كيف راه نقول يعطيه ليه؟ اقول لك اسكن فضحني شي خلاك العزمه قلت لك والله ما قلنا لا ديتي اقول لك كلاله زعما تشوف كلاله هو الدوار دو يصل اقول زعما والله من الدوار ديالكم لا تزوج زعما ويصل بحال اللي دابا حقراه يقول لها ما نزوجش من الدوار ديالكم والله الا قولها له ولا تزوجش من الدوار دو يصل انت هو المرض انت هو احقر عليا قدايده يعوره عبد العالي على الزعم واش ما يقبلوش عليه؟ انا زعما ما رجعتش حاجه يقولوا ما يقبلوش عليه ما يقبلوش عليك زعما ما تجوزش عليا بيا حتى واحد لا ما يقولوش لا لا ما تقولش انت راجل اقول زعما ما يقبلوش عليه ما يرضوش به يقبلوا عليك بالعكس الناس يقبلوا عليك انت راجل عمره ما يتبهدل دابا يشوفوا الدار ويقولوا هاي هبل ودابا الدار وجدت المحل عندك فيه بس كل مره مع يمك دابا المشكله هي نوضي ما كتزوج بلقي معايا والراجل ديك الساعه بلقي له تجيب لهم شي فاصل تجيب لهم شي فاصل يلفا دير الباستير با دير الباستير با دابا دابا واش واش ليلى ولا ليلو هو واش نقتل يمك وقتلو هذا خلي جاريني وبلاتي ولا ولد ولا صدق يمك تمشي ديك الباصية تسبق منها الاولى وفلت هو لا انا او يمشيو بجوج ولا يمشيو بجوج سمره نقول لك كاس الكحلاط الاخر للراجل للراجل ولا يمشيو فيها بجوج يتلاقاو الرباح يتلاقاو الرباح نتلاقاو في الاخير ان شاء الله مسكينه يا مجدة اقول لك فهمت والو اقول لك الا مشاو بجوج نتلاقاو في الاخير نتهنى منهم الكيناد الفار الكيناد الفار اقول لا زوجي تنقي لهم الكيناد الفار ونتهنى منهم بجوج لا 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 حشومه عليك صاحبي مهبي انا فرج ديالي مسكين عطاه صح شوفوا شوفوا كيعجبو كيعجبو يضحك عبد الاله كيعجبو يقشبو صافي ماشي بصح اسكو اوا شبرنا الفرج وري من الفرج وري من الفرج شبرته بناطي الخي علي فابر الله يعطيك الخير يا عبد الاله اجي بالله دابا واش الفرج لان انا وصال ودابا حتى مجد مضيفه معنا الضيفه ديالنا مع في الدوش لان كاملين ولا علي لبوح بناطي اللي كاملين الليله اخو اختي مجد اما ويصار كذا حقرني لا 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 ويصال حقرك ويصال انا صافي انتم ما قد اختي ويصال اعطيوها بدوك بزاف الناس ما كيعرفوش شنو ابدوك حنا هنا في البلاد كنقولوا الفروج كنقولوا له ابدوك و اه كنقولوا جوج الحاجات ابدوك الفروج انا كتهضروا بالزربه بزاف ما فهمتش ولكن الهضره زوينه وعبد الاله كيعجبنا نقشفوا معاك يضحك حتى هو ضري ويوقف مع ان شاء الله دابا ملي نلقاو للمراه وكنا نعرسوا له باش نعيطوا له تجي تحضر معنا في العرس ديالو نجيب الكادو لك وكادو للمراه عتا الله فيكم لا راسي موفو لا ولكن بلاتي ورينا شنو كاتب في يدك المراه بندي المراه اللي بالك المراه اللي بيدي كتبان في يدك ما فهمت والو اختي ما فهمت والو صافي لو ريال نمشي انا عرفت انا عرفت انا لو ريال نمشي باش ما يعرفوا والو خلوا الرومانه مغمضه حتى نمشيو نخطبوا لما تقولها لعالي خلوا الرومانه مغمضه وما يقدرش يقول لي ما نقدرش نمشي نخطب بلا بك وبلا وصال اقول انتم هما اللي بدات تزوجوني ما عندوش حنا الاولين نعاونوا نعاونوا ان شاء الله شوفوا فرح شوفوا يا ضحيه المراه ونحنوا ليها ونقفوها كل شيء ماشي ليها حنا عندنا العرس عندنا العرس كيمشي والجماعه شوفوا هاد العروسه المهم الحبايب نتمنى من الله يعجبكم الفيديو استناوا الفيديو ديال النهايه ديال دار الدرابيعه هي من عند كسي ولاد الدار ان شاء الله يا ربي وتكون مسبوغه عاود تكون ناضيه مسبوغه تكون ناضيه تفاجئوا فيها ان شاء الله عاود الراجل يكونوا مركبين كلمه من عندي الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم اللي كيتمنى شي حاجه الله يجعل ربي يحققها لي دوك المحسنين كاملين الله يرزقهم من فضله ويجعل اي حاجه داروها في ميزان حسناتهم ولو بالمشاهده ولو باللايك ديالهم ولو بانهم صيفطوا اي واحد كيدير شي حاجه مزيانه الله يجعلها في ميزان حسناتهم امين ربيعه شكرا قول لهم الله يرحم والديكم شكرا بزاف شكرا الله يرحم الوالدين وشكرا بزاف بزاف الاله شكر الناس يلا شكرا الله يرحم الوالدين وكنشكركم بزاف 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 والله يرحمكم الوالدين يلا متتبعين ديالنا الله يعاونكم ان شاء الله نفرصكم